دكتور محمد، خلينا نتكلم في البداية عن إيه المقصود بزراعة الكبد وأنواع الزراعة لو إن وجدت. زراعة الكبد هو إن إحنا بنعمل غرس لكبد سليم جوه حد مريض بالكبد، بفشل في الكبد، بتليف في الكبد يؤدي إلى فشل في الكبد. الزراعة دي في حد ذاتها قد تكون نوعين كبار قوي، النوع الأول زرع كبد كامل والنوع التاني زرع كبد جزئي. كبد كامل ده مش موجود في مصر، كبد كامل ده اللي هو بناخد كبد من حد حديث الوفاة، حد لسه متوفي حديثا، بناخد الكبد كله وبنزرعه في الشخص المريض. ده لسه مش موجود في مصر، لسه القانون ما اقروش، لان احنا لسه ما عندناش اقرار للقانون اللي هو وفاه جذع المخ والكلام ده، ولسه ما اقرش رسميا، ولسه بالظبط، ما ده حتى لم معطل يتم زراعة أعضاء كتيرة. بالظبط، معطل زراعه اعضاء كتير، وده يعني المفروض خلال يناقش يا رب، بيناقش يعني في خلال شهور او يا رب، اقل من سنه لأنه ان شاء هيحل الله يبقى مشاكل كتيرة، ويعني بالظبط. وكمان يقفل باب إحنا مش عاوزينه يعني ينتشر أو يعني يبقى موجود أصلا يعني. اتفضل. زرع الكبد اللي موجود في مصر من قرابة بقاله حوالي يمكن 17 سنة دلوقتي، اللي هو زرع الكبد الجزئي، أيوه. زرع فص من الكبد، بناخد من متبرع فص من الكبد وبنزرعه في الشخص المريض. الفص ده غالبا بيبقى الفص الأيمن اللي هو حوالي نص الكبد أو يمكن أكتر من شوية، حوالي 60% من الكبد. بتتم العملية دي في مراكز كتير في مصر، مراكز كبرى كلها متخصصة في زراعة الكبد وبنجاح نسب ليه كويسة الفص عليه، الأيمن يا دكتور؟ لأنه الأكبر 60% هو اللي بيبقى مناسب لحجم المريض، لأن في لازم في نسبة وتناسب صح. ما بين وزن الكبد وما بين وزن المريض اللي هيعمل العملية، ليها نسب عالمية متعارف ايوه عليها، مقاييس عالمية متعارف عليها، ايوه اللي هي متوسطها 1% من وزن المريض. يعني لو فرضنا إن المريض وزنه 80 كيلو جرام، يبقى لازم الفص اللي هنزرعه له يكون على الأقل 800 جرام، عشر وزن المريض تقريبا، بالظبط، عشان يقوم بوظيفته 1% ويكفي من وزن الجسم المريض وكله. بالظبط، عشان يكفي وظائف الجسم بعد كده. بالظبط بالظبط تمام، تمام فده عشان كده بناخد الفص الايمن غالبا المتبرع، الا في الاطفال ممكن ناخد الفص الاصغر شويه، الفص ايوه، الايسر، لان الطفل برضه مناسب حجمه لحجمه يعني. بالظبط حجمه صغير تمام، فده مناسب. هنتكلم بالتفصيل يا دكتور، لكن معانا اول تليفون. الو،